عام 2020 أوشك أن يصل إلى الذروة أو حققها فعلا، ذروة الصراع الأمريكي الإيراني على التراب العراقي. 17 عاما من علاقة براغماتية تميل إلى التحالف أحيانا والتخادم أحيانا أخرى، وقد تصل إلى الندية أو ما يشبه الصدام، لا سيما بعد وصول ترامب إلى رأس البيت الأبيض وتغول إيران في المنطقة. لم يتجلى الصدام من قبل كما ظهر مطلع العام عندما اقتنصت طائرة أمريكية قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لترديه قتيلا. وأين؟ في ساحة عملياته الأبرز العراق. قتل سليماني برفقة عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات، كان أبرزهم أبو مهدي المهندس رئيس أركان هيئة ميليشيا الحشد. استنفرت إيران عن بكرة أبيها، وخرج مرشدها يندب سليماني ويتوعد بالثأر. وأي ثأر؟ بضعة صواريخ سقط عدد منها على قاعدة عين الأسد في الأنبار، لم يصب أي جندي أمريكي بأذى، وذلك بعين الكثيرين يعبر عن مدى خشية النظام الإيراني من الانتقام الأمريكي. مهمة رد طهران أسندت للميليشيات التابعة لها في العراق، فبدأت مرحلة ضرب يقال عنها إنها صورية، حيث تسقط صواريخ وقذائف الميليشيات التي توجهها للقواعد الأمريكية على بيوت الآمنين وتفتك بالمدنيين العراقيين كما حدث في الرضوانية. غير أن شهر آذار شهد تصعيدا مجددا عقب مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني في قاعدة التاج شمالي بغداد. بعدها جاء الرد الأمريكي عنيفة، فشنت سلسلة غارات جوية على مقرات الميليشيات في عدة مناطق أبرزها جرف الصخر في محافظة بابل، ما أسفر عن مقتل نحو 25 عنصر من ميليشيا حزب الله وتدمير البنية التحتية للمقار العسكرية في تلك المناطق بحسب خلية الإعلام الحكومي. بعد هذه الضربة عادت الميليشيات لأسلوبها القديم، فاقتصرت على استهداف الأرتال الأمريكية المتنقلة بين القواعد والخارج من العراق. ومن سياق العمليات يظهر حذر الميليشيات من إيقاع خسائر في الجانب الأمريكي، لذا اقتصرت هجماتها على عجلات التموين والنقل التي يقود بعضها عراقيون. أي صواريخ جاي توقع بعد دخانة ذيك بعد دخانة. ازدادت وتيرة الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد بشكل يومي من جهة أخرى، حتى هدد ترامب بالرد على أي عمل معادل للسفارة ولوح بإغلاقها، ما استدعى تغيرا مفاجئا في موقف الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران. فبعد أن كانت تتبنى تلك العمليات، راحت بيانات التبرؤ منها تخرج تباعا من زعماء الميليشيات، ومنهم من ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حماية البعثات الدبلوماسية ككفة ميزان. يتراوح تأثير النفوذ الأمريكي الإيراني في العراق محكوم بخطوات حذرة تخطوها إيران لا سيما في الوقت الحالي، فعين ترقب فعل الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب وأخرى تنتظر مفتاحا من العزلة قد يمتلكه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. وبين هذا وذاك يبقى العراق الساحة الأبرز للصراع ومفتاح المشرق.